أبو باسل رجل ستيني من منطقة تل عرن بريف حلب الشرقي، يحول منزله إلى متحف صغير من خلال جمع القطع النحاسية والأثرية القديمة، إضافة إلى حجر الرحى وبعض القطع التي كانت تستخدم منذ أكثر من 100 عام، بهدف الحفاظ على هذه الشواهد التاريخية السورية. التراثيات اللي موجودة بهالمنزل متواضع طبعاً، في أشياء يعني قديمة جدا، وخاصة في بعض القطع النحاسية والأضوية القديمة، الفانوس اللي كان يضعوه بالشوارع 1914 على دور العثمانيين، في بعض الشمعات من 1927، بعض الأضوية من 1950. هلا في عندك في شو اسمه أشياء، هدول عطريات، مع عطريات كان الأول بالمناسبة كانت تتقدم بالمناسبات، يعني حافظنا على هالتراث هذا. يعني لا ننسى ان هالتراث هذا تراث ابائنا واجدادنا، اذا احنا ما حافظنا على هالتراث هذا بيجوا الاجيال القادمه ممكن ينسوا. هلا كل شيء بيجي لعندي على هالمنزل المتواضع بيستغرب اني هذا الضوء او هي الكاس او هي المزهريه او المهباش او النجار او المدراية اللي كان يستخدموها قديما، كان يدروا فيها القمح والعنطة والشعير. طبعا هاي الغرفة مصنوعة من الخشب من 1960، مصنوعة طبعا هاي اللي تشوفوه كله مصنوعة من الخشب، طبعا بشكل عريض حوالي 70 أو 80 العرض الحائط هذا. طبعا جمعت هالتراثية، جمعت هذا، والله كنت أتعذب كثير، لكن بصراحة على نفقتي الخاصة وبدي أحافظ على تراث بلدي. عشق أبو باسل لهذه الأجواء والحفاظ على هذا التراث دفعه أيضاً لتشكيل لوحة جميلة في حديقة منزله، بما تحويه من أزهار وأشجار مميزة وبعض القطع المستخدمة قديماً في الزراعة، إضافة لأحجار البازلت والرحى المميزة. هذا مصنوع من الحجر البازلتي، هذا الحجر الأسود، هذا كان يستخدمه قديما، كان يستخدمه لمعصارة للزيتون، لشغلات كثيرة كان يستخدمه. بالإضافة هذا الشلال البسيط هذا طبعا هو شغل إيدي، عملناه من حجر، جبنا الحجر من مكان ثاني ونظمناه. وهذا طبعا أنا هوايتي يعني جمع التراثيات القديمة، بالإضافة لزراعة الورود والشجر، بحب هيك بالطبيعة، يعني طبعا بحب أشتغل بالطبيعة. الوردة الحلوة بجيبها بزرع، بيجي أي ضيف عزيز لعندي بيشوف اللي بنبرق بها الحديقة. طبعا سوريا هي بلد بصراحة الورود والزهور. منزل أبو باسل يعكس بعض ما مر على سوريا من فتوحات، والتي يعود عمرها لمئات السنين، ليؤكد أن سوريا بلد الحضارة والتراث. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، ريف حلب الشرقي.